مساء الخير. مساء الخير وكل أيامنا احتفالات ومناسبات طيبة بنحتفي فيها بالشرطة المصرية التي قدمت لهذا الوطن الآلاف من الشهداء. وكل سنة وكل رجل يحمي أمن مصر واستقرارها تحمله الأعناق دائما كنموذج للعطاء. كل سنة والجيش المصري العظيم قادر على أن يحمي تراب هذا الوطن. كل سنة وشهدائنا الأبرار في قلوبنا جميعا، شهداء الجيش وشهداء الشرطة وشهداء ثورة يناير، كل هؤلاء الذين قدموا الدماء فداء لهذا الوطن من أجل مستقبل أفضل وحياة أكثر كرامة. الحياة النهاردة عايز أتكلم، عندي أكثر من مناسبة يمكن عايز أدردش معاكم فيها. أولا أنا بيدور دايما في ذهني موضوع، لماذا نكره التاريخ؟ ليه المصريين غير أوفياء لتاريخهم؟ ده بيحصل رغم أن التاريخ المصري القديم كتاريخ للحضارة بيدرس في كل المدارس، مش هقول الجامعات، يعني في المراحل الأولى من الدراسة بيدرس تاريخ مصر، تاريخه بكل مراحله، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد والتاريخ الفرعوني، وكل الصفحات دي بتدرس في الخارج. لكن أنا فوجئت مرة زمان إن كان في اقتراح في مجلس الشعب من كام سنة بإلغاء مادة التاريخ في الثانوية العامة، وطبعا يوميها أنا يعني أصابتني حالة من الذعر وحالة من السخرية، إزاي نلغي تدريس التاريخ في مصر؟ طبعا أنا تصديت للمحاولة دي وفضلت وراها لغاية ما تراجعوا في هذا القرار، وكان قرار غريب وسخيف أيضا. لكن بقي هذا السؤال عندي، لماذا لا نقدر تاريخنا كما ينبغي؟ يعني احنا صحيح في أحيان كثيرة لا نقدر حجم الوطن الذي نعيش فيه، لأن الحقيقة يعني تقديرنا لهذا الوطن كان أقل بكثير من قيمته وتاريخه ودوره والحضارات التي عبرت فيه. لكن أنا دايما كنت بحس إن في ناس بتتصيد التاريخ، بتقف عنده كده إما بغرض التشويه أو بغرض الإسقاط أو تصفية الحسابات. يعني ودي عادة فرعونية قديمة على فكرة مش حديثة، يعني لو بصينا في معابد الأقصر هنلاقي شخبطات على الجدران، الحاكم اللي كان بيجي كان بيسجل إنجازاته وحروبه ومعاركه وانتصر فين وعمل إيه، كان بيسجلها على الجدران بينحتها، فكان يجي حاكم بعده يشطب ده كله ويحط اسمه هو. ودي هتلاقوها على معالم كتيرة جدا في المعابد القديمة في مصر. وعلى فكرة أصبحت عرف عندنا تقريبا كل حاكم يجي لابد أن يحذف ما كان قبله. وانتقلت العدوى دي مش من الحكام الكبار بس، انتقلت للوزراء، يعني تلاقي الوزير جاي أول حاجة يعملها غير المكتب ويغير صف السكرتارية كله، ويمكن لو لا حتة تانية يحط فيها مكتب جديد أو ينشئ مكتب جديد تلاقيه بيجي عامل مبنى ويحط فيه شوية الفلوس اللي في الوزارة ويعمل لنفسه مكتب حتى يشعر إنه غير شيء، لا غير مناهج ولا غير سياسات ولا غير إنجازات
ولا غير حاجة خالص، غير إن هو شعر بإنه عايز مكتب جديد وصف يعمل معه. العادة الفرعونية دي انتشرت في تاريخ مصر كله لغاية العصر الحديث، يعني حين قامت ثورة يوليو شطبت كل ما كان قبلها وشوهت تاريخ أسرة محمد علي بصورة درامية، يعني طلعوا الملك فاروق إنه راجل كان سكري وكان مش عارف، مع إنه على فكرة ما كانش بيشرب، لم يتعاطى الخمر الملك فاروق، وده ثابت من أقرب الناس ليه، لكن كان الهدف تشويه كل مصر ما قبل الثورة، المفكرين والكتاب. ولولا ما بقي من الفن الجميل عبد الوهاب وأم كلثوم يمكن كانوا شطبوهم أيضا من التاريخ، لكن كانت برضو المجزرة اللي حصلت لما قبل ثورة يوليو كانت ملفتة للنظر. بعد ثورة يوليو على طول جاء محمد نجيب رئيسا، رئيس الجمهورية المصرية، وملحقش الراجل واتشطب خالص من التاريخ، بحيث ان احنا توقف التاريخ عند بداية تولي الرئيس جمال عبد الناصر. محمد نجيب قضى سنوات عمره في السجن في المرج في بيت هناك، وقعد كذا سنة لغاية ما أفرج عنه يعني بطريقة ما في عهد الرئيس أنور السادات، وكتب مذكرات وقال فيها كل حاجة. وبعدين جاء الرئيس جمال عبد الناصر، بعد فترة بعد رحيله برضو بدأت تصفية الحسابات واغتيل كل تاريخ جمال عبد الناصر. وبعدين جاء الرئيس أنور السادات وحدث نفس الشيء، اغتيل تاريخ أنور السادات، حتى أكتوبر اعتبروه الضربة الجوية، كما لو كان الرجل اللي أصدر قرار ولا قاد المعركة ولا حاجة خالص. فإحنا اعتدنا على كده، وده شيء مؤسف ومؤلم في نفس الوقت. أنا من سنوات عملت كتاب كان عنوانه من يكتب تاريخ ثورة يوليو، لأن أنا اكتشفت إن ثورة يوليو، وأنا مش متجاوز في هذا الكلام، بلا وثائق، مفيش وثائق خالص، حتى محاضر مجلس قيادة الثورة اللي كان بينعقد في بداية أحداث الثورة غير موجودة، مفيش غير شوية مذكرات اللي كتب كل واحد كان بيبرأ نفسه، لأن أعضاء مجلس قيادة الثورة تمت تصفيتهم عبر سنوات، يعني اختفى محمد نجيب وبعدين عبد اللطيف البغدادي وبعدين زكريا محي الدين وبعدين كمال الدين حسين وهكذا اتصفوا، فكل واحد كان بيطلع يكتب قصته مع الثورة، إما لتبرئة نفسه أو لإدانة الآخرين، لكن حقائق عن الثورة مفيش، وثائق الثورة مفيش. وكانت النتيجة أن أنا كتبت حوالي 16 مقالة في الأهرام في هذه القضية، وكانت النتيجة أيضا أن رد علي أياميها حوالي 22 من أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا لسه عايشين، ونشرت مقالاتي والوثائق اللي بعتوها لي أو الردود اللي بعتوها لي في الكتاب. لكن حصل موقف إن أنا في يوم من الأيام كلمني الدكتور يونان لبيب رزق المؤرخ الشهير، وقال لي إن إحنا بنعمل اجتماعات مع ما بقي من أعضاء مجلس قيادة الثورة في مبنى قيادة الثورة اللي جنب الشرط، والمبنى ده مش عارف حصل له ايه لغايه دلوقتي، هم كانوا مفروض يعملوه متحف لوثائق الثورة وصرفوا عليه 40 مليون جنيه، لا عارف ايه اللي تم فيه لغايه دلوقتي، لكن الكلام ده بقاله يجي 15 سنة. فأنا قلت له ده أنا يعني هكون سعيد إن أنا أحضر المقابلات ديت.
كانت المقابلة الأولى مع السيد زكريا محي الدين. السيد زكريا محي الدين كان وزير داخلية مصر، وكان من الشخصيات المهمة جدا في تاريخ الثورة، وكان وهو اللي أنشأ جهاز المخابرات العامة في مصر، وكان معروف إن هو صاحب دور يعني. فأنا رحت وقابلت السيد زكريا محي الدين مع الدكتور يونان، وبدأت معاه أسئلة. هو كان عصبي قوي، لكن أنا الحقيقة تحملته وهو أيضا تحملني، لأن أنا واجهته بعدة أسئلة. عن أولا، ماذا فعلتم بمحمد نجيب ولماذا؟ خلافك مع جمال عبد الناصر بدأ إمتى؟ وكان أخطر سؤال سألته له عن التنحي وتولي زكريا محي الدين المسؤولية كرئيس للجمهورية. يوميها قال لي مفاجأة كبيرة جدا، قال لي إن أنا لم أخطر بأي شيء عن حكاية رئاسة الجمهورية دي، وأنا عرفتها من التلفزيون. طبعا الحوار يوميها امتد بي مع السيد زكريا محي الدين، وقلت له في الآخر ليه ما بتكتبش مذكراتك؟ قال لي مش هكتبها. قلت له بس ده تاريخ وحق البلد وحق الأجيال الجاية. قال لي انت هتحاسبني؟ قلت له لا، انا مش هحاسبك، اللي هيحاسبنا كلنا ربنا. قال لما يقابل ربنا انا هبقى اشوف الامر ايه. وقلت له طيب انا عندي اقتراح، انا مستعد ان انا اساعدك في كتابة مذكراتك. قال لي افكر. ونشرت الحديث في الاهرام اياميها، وكان يمكن ده اخر حديث ادلى بيه السيد زكريا محي الدين من سنوات طويلة، ولم أنجح في إقناعي بأن يكتب مذكرات. كان لي موقف تاني برضو مع السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية. حسين الشافعي مرة عمل حوار في مجلة نص الدنيا على ما أعتقد، قال فيه إن أنور السادات اتجند في المخابرات الأمريكية CIA في سنة 56، وإنه كان عميل للمخابرات الأمريكية. طبعا أنا ما قريت الاعترافات اللي قالها حسين الشافعي على أنور السادات انزعجت. أولا يعني ده تاريخ، وما فيش تهم تلقى كده جزافا على الناس بالباطل. فأنا كتبت مقال برضو في الأهرام قلت فيه الآتي، قلت رفاق السلاح ومعارك الفرسان، وهاجمت فيه السيد حسين الشافعي. لقيته بيكلمني ومن منفعل ومتنرفز، قلت له يا سيادة النائب أنت يعني طب ما قلتش الكلام ده ليه في حياة أنور السادات؟ إذا كنت عايز تتهم الرجل بهذا الاتهام الخطير بالخيانة العظمى وإنه كان جاسوس، ده كان رفيق سلاح معاك، وكنت سوا في يعني إدارة شؤون هذا البلد. المهم اشتبكنا يوميها برضو، واتفقنا إن احنا هنلتقي، لكن أنا كنت مسافر للخارج، وقلت له إن شاء الله نلتقي، ولم نلتقي. وبرضه نزلت في الكتاب هذا الحوار، وقلت فيه طبعا يوميها هو قال لي احنا انا ما كنتش موافق على اللي حصل مع محمد نجيب خالص، وان احنا يعني عملناه باستخفاف شديد وتقرب الى الاهانه يعني. لكن انا عايز اقول ان ثوره يوليو صفت نفسها من خلال رموزها للاسف، لأن كل واحد كان عايز يبرأ نفسه إذا كان مدان، أو يدين الآخرين إذا كان غير قادر على الإنصاف. وكانت النتيجة إن تاريخ الثورة اتشوه بشكل أو آخر. أنا بعتقد إن ما بقي من وثائق ثورة يوليو قليل جدا، ولازم يعني ويجب أن نبحث عنه. أنا بتصور إن الأستاذ هيكل
كان عنده جزء كبير من هذه الوثائق، لأن في فترة الرئيس جمال عبد الناصر كل الأوراق الخاصة بإدارة شؤون الدولة كان بيوصل للأستاذ هيكل صورة من القرارات اللي بتصدر، سواء قرارات جمهورية أو مذكرات سرية أو مذكرات السفراء في الخارج، كل هذه الأوراق الحقيقة كانت بتوصل للأستاذ هيكل. وحين ذهبت لزوجة الأستاذ هيكل بعد رحيله لكي أقدم لها واجب العزاء، اتكلمنا في الموضوع ده، وقالت لي بتسألني أنا مش عارفة أعمل إيه في مذكرات اللي موجودة عند الأستاذ هيكل والوثائق اللي عنده، خاصة التي تخص الدولة. فأنا قلت لها بعد ما يتم جرد هذه الأوراق وهذه الوثائق، أنا بتصور إن حضرتك تقدميها لرئاسة الجمهورية وهي تتصرف فيها كيفما شاءت، لأن هذه الوثائق الآن أصبحت ملك التاريخ وملك الدولة المصرية وملك الأجيال القادمة. عايز أقول إن إحنا أدمنا تشويه التاريخ وأدمنا الإساءة للرموز وأدمنا الإساءة لأنفسنا، لأن ثورة يوليو جزء عزيز من تاريخ مصر وجزء مهم جدا في حركة التاريخ، حصلت فيها تغيرات اجتماعية خطيرة جدا، وحصلت فيها إنجازات لا يمكن لأحد أن ينكرها، وحصلت فيها أيضا انكسارات لا يمكن لحد أن يتجاهلها، لكن المهم في كل ده أن تبقى ذاكرة الشعب. يعني زي ما قلت لحضراتكم كانوا عايزين يلغوا مرة مادة التاريخ، قلت لهم يا جماعة اختشوا اختشوا، مصر تلغي دولة مادة التاريخ في الثانوية العامة، أمال تحطوا إيه؟ يعني إذا لم تكن جغرافية مصر وجمال حمدان وإبداعاته وتاريخ مصر بكل ما فيه من زخم هو اللي نحافظ عليه وهو اللي نصونه وهو اللي نضعه في عيوننا، لأنه الحقيقة توليفة غريبة جدا من التاريخ. يعني التاريخ تاريخ ساري جدا، تاريخ فرعوني وتاريخ ما قبل الفراعنة وتاريخ قبطي وتاريخ إسلامي وتاريخ معاصر وأول آخره، وفي كل مرحلة من هذه المراحل تجد مجلدات الجبرتي والنجوم مصر الزاهرة في حكام مصر والقاهرة والرافعي وكل ما كتب عن تاريخ مصر. إزاي نفرط في هذا التراث وإزاي نعتدي عليه ونشوهه وكل واحد يطلع يشخبط فيه شوية سواء كان حاكم أو محكوم؟ وهذه العادة السيئة اللي انتقلت إلى أصحاب القرار والسلطة، بحيث إن كل وزير أول ما يدخل المكتب يبص على المكتب، غيروا لي المكتب، يغيروا له المكتب، غيروا لي السكرتاري، يغيروا له السكرتاري، غيروا لي الاستاف اللي معايا والعربية والكشك اللي قدام البيت لازم يكون كشك جديد، وبعد كده يقعد شهرين ويمشي. فطبعا مفيش دول بتدار بهذا الشكل، ومفيش تراث بيحفظ بهذا الشكل، ومفيش شعوب بتحافظ على ذاكرتها وبنائها الوجداني والفكري والإنساني بهذا الشكل. احنا فرطنا في كل تاريخنا، وتعالى كده في كل صفحة هتلاقي موقعها وتلاقي صراع وتلاقي ضحايا وتلاقي قتلة. ليه؟ لأنهم اختلفوا. وللأسف الشديد إن خلافاتنا دائما كانت على ذاكرة هذا الشعب، ودي قضية خطيرة جدا. هل نحن شعب يقرأ التاريخ، أم أحيانا أتصور أننا شعب يكره نفسه؟ دقائق ونكمل مع الذكريات.
كنا بنتكلم عن التاريخ، وعلى فكرة التاريخ مش من حق جيل، ده من حق أوطان وشعوب. ومن الظلم أن يتصور جيل أنه احتكر فترة من الفترات لأنه عاش فيها. سوف تجيء أجيال تحاسبنا، زي ما كنت بقول في الوزير العاشق على لسان عبد الله غيث في مسرحية الوزير العاشق: ستجيء أجيال وأجيال تحاسبنا، ستجيء أجيال وأجيال تحاسبنا وتصرخ في ظلام قبورنا: لم تتركوا شيئا لنا، لم تتركوا شيئا لنا. ذاكرة الأمم دي قضية مهمة جدا، يجب أن نحرص على أي لحظة ضوء، أي لحظة ضوء في تاريخ شعب ملك للتاريخ وملك لأجيال ستجيء، وليست ملكا فقط للذين صنعوها. صحيح اللي صنعوها بيعيشوا في الوجدان أو بيعيشوا في الظلمات كده أو كده، التاريخ سلب وإيجاب. لكن أنا النهاردة وإحنا بنعيش ذكرى ثورة يناير، 25 يناير، أنا طبعا حضراتكم عارفين موقفي، أنا كنت ضد النظام السابق وهو في السلطة. كانت مقالاتي في الأهرام وأحاديثي في التلفزيون ومسرحياتي الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي، وفي الخديوي قلت كل اللي أنا عايز أقوله، وفضلت 18 سنة محبوسة في مخازن وزارة الثقافة لغاية ما أفرج عنها الصديق العزيز عماد الدين أبو غازي لما كان وزير للثقافة. أنا موقفي واضح وكانت له مبرراته. أنا لم أكن ضد أشخاص على الإطلاق، بالعكس أنا دائما بفصل بين رأيي في الأشخاص ورأيي في الأنظمة. أنا كنت ضد النظام لأنه ارتكب أخطاء كبيرة جدا في حق هذا البلد، ولأنه كان يعني بيسير في سياسات مرتجلة وصلت بنا إلى ما وصلنا إليه. كنت ضد الخصخصة وبيع القطاع العام، كنت ضد توزيع الأراضي بهذه الصورة العشوائية، كنت ضد إهمال الشباب وتهميشه، كنت ضد توريث الوظائف. ويوم ما كتبت عن توريث القضاء حققوا معايا 6 ساعات في النيابة في مكتب النائب العام، ودخلت المستشفى وجاتني أزمة قلبية بسبب الواقعة دي. وقالوا يوميا أن فاروق جويدة لا يقصد توريث القضاء ولكن بيقصد توريث الحكم. لكن هي الحقيقة أن كل شيء كان بيورث، كان بيورث لرجال الأعمال، كان بيورث للموظفين الكبار، كان بيورث لمن يستطيع أنه يأخذ أي حاجة. حتى الحافز للشباب أنه يكون عنده طموح، طب هيبقى عنده طموح ليه إذا كانت كل الأبواب مغلقة أمامه؟ وطبعا دي كلها كانت قضايا أنا كنت بطرحها في الجورنال، والحقيقة كانت بتتنشر وكانت بتتناقش، لدرجة أن أنا مرة لقيت الدولة مخصصة 36,000 فدان لجمعية كويتية. فكلمت الوزير المسؤول يوميا، كان وزير الإسكان، وقلت له دي طب ما كنتوا بتدوها للفلسطينيين يعملوا دولة صغيرة كده ونحل أزمة الشعب الفلسطيني. 36,000 فدان، وعلى فكرة القضية دي لسه لغاية دلوقتي أمام القضاء، لم تنتهي بعد. فعايز أقول إن ثورة يناير كان لها مبررات يا جماعة، والشعب اللي خرج ده كله في ميدان التحرير وفي ميدان إبراهيم باشا وفي ميدان الأربعين
وفي المحافظات كلها الملايين اللي خرجت دي، مش ممكن يكونوا كلهم عملاء وخونة؟ دول الناس كانت لهم مطالب، والمطالب بتاعتهم كانت واضحة ومعروفة: عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية. ده اللي كانوا عايزينه شباب. وبعدين عايز أقول لكم حاجة تانية كمان، ما تنسوش إن الشباب اللي خرج ده هو أرقى ما وصل لي مستوى الوعي في الشارع المصري أو في الأسرة المصرية. دول اتجمعوا كلهم بالكمبيوتر، اتجمعوا كلهم على النت، ودي أول ثورة في التاريخ تستخدم التكنولوجيا الحديثة. وده كان محير الغرب، إزاي الأولاد دول وصلوا لهذه الصيغة في مجتمع متخلف، مجتمع يعاني من الفقر وفساد التعليم، لكن اللي اتجمعوا دول كلهم استخدموا التكنولوجيا. والغرب كان بيتساءل ازاي قدرت الثورة دي تتحرك كده وبهذه الحشود، وهي محصلة مجموعة شباب استخدموا يعني أجهزة التواصل الحديثة. نزلت وقلت أنا مش راجع، وكتبت الدم في كل شارع، سمعنا اللي ما كانش سامع، واتكسرت كل الموانع. سلاحنا كان أحلامنا، وبكرة واضح قدامنا، من زمان بنستنى، بندور مش لاقي مكاننا. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. نسأل بقى بأمانة كده، هل العشرين مليون ولا العشرة مليون ولا خمسة مليون اللي خرجوا دول أيا كان الرقم، كان حد بيوجههم؟ هل دول كانوا عملاء؟ هل التمنمية شهيد اللي ماتوا في الأيام الأولى ووزعت وزارة الداخلية أياميها أسماءهم ومساكنهم وأعمارهم؟ طيب كانت مساكنهم فين؟ اللي في شبرا، واللي في السويس، واللي في بورسعيد، واللي في الأحياء الفقيرة في اسكندرية، واللي في باب الشعرية، واللي واللي واللي، كلهم كانوا أبناء أسر فقيرة، ما كانوش من أغنياء مصر، ما كانوش ممولين، وكانت أعمارهم ما بين 15 و 25 معظمهم. أنا يوميها حصرت الأسماء وأنا فاكر كويس، لقيت يمكن 30-40 واحد اللي هم فوق الأربعين أو 50 سنة من التمنمية، والباقي شباب ما بين 15 و 25 سنة. وبعدين كانت الإصابات إما في الصدر أو في الرأس. طيب ما في شواهد يا جماعة؟ في شواهد تبرئة للولاد اللي استشهدوا دولا وماتوا، وهم كلهم ولاد ناس بسطاء، يعني لا خدوا تمويل من جمعيات أجنبية، ولا خدوا تدريبات برة، ولا كان عندهم أجندات، ولا كل الكلام ده. أنا ماليش دعوة بتوع الأجندات، عندكم ناس بتوع أجندات، أنتوا أجهزة قادرة، وعندكم قضية مش عارف رقم كام 500 إيه كده بقى لها 6 سنين، احسموها وفي حظر على النشر فيها، شوفوا اللي خدوا حسبوه، لكن ما تاخدوش العاطل للباطل، ما تقولوش كل ان الولاد كلهم كانوا ملوثين، ما تقولوش ان الثورة دي كانت مؤامرة، لا. بأمانة شديدة لا تظلموا هذا الجيل، في حساب في التاريخ، ومن هذا الجيل هيخرج في يوم من الأيام كتاب وشباب
ومفكرين وأصحاب رأي وهيقولوا الحقيقة. مفيش حقيقة بتموت، مفيش حقيقة بتموت. فأنا عايز أقول إن إحنا نقف من الحدث بنظرة موضوعية. أنا كنت مع الثورة وما زلت، وتقديري إنها ثورة، سواء فشلت اتسرقت اتنهبت، كان في يعني أخطاء يعني طب ما النخبة أخطأت، طب فين النخبة اللي وقفت غلط مع الشباب دول وقعدت كل واحد عايز حتة من الغنيمة، اللي عايز منصب واللي عايز من النخبة، فين الكبار؟ فين الشباب دول كانوا عايزين حد يقودهم؟ فين الكبار؟ فين الأحزاب؟ فين المؤسسات الثقافية والنقابات؟ سابوا الإخوان يسطوا على الثورة وينزلوا الشارع بعد 3 4 أيام. في الأيام الأولى كانوا بيتفاوضوا مع السيد عمر سليمان على أساس ينزلوا الحشود الإخوانية لقمع شباب الثورة، وده مثبت. طيب ما الكل تخلى عنهم، الإخوان سطوا عليها والنخبة تراجعت وضعفت وتخزلت أمام مكاسب، وفي نفس الوقت الشباب لقى نفسه يعني في الشارع لوحده، مفضل مزاد خلاص، كل واحد خد حاجة، انتخابات ودستور وكل الهيصة اللي حصلت دي كلها، وقال إخوان. وبعدين لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد الخير والأمن والاستقرار لهذا البلد ما كانتش البلد خرجت في يوم 30 يونيو بحماية من الجيش. جاء جيش تاني، وأنا مرة قلت وكتبت هذا الكلام وقلته، قلت لهم الشيء الوحيد اللي بيشعرني بالأمن في هذا الوطن أن الجيش المصري قادر على أن يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي في أي وقت، وأنه فعلا قادر على حماية هذا الوطن، لأن كل المؤسسات الأخرى تخزلت، الأحزاب ما تعرفش راحت فين، ورأس المال نزل تاني، والفلور رجعوا ورجعت عملية تصفيات أخرى. اللي أنا عايز أقوله، إذا كنتوا عايزين تحكموا على 25 يناير احكموا بما يرضي الله والضمير والدماء التي سالت. دماء هؤلاء الشباب إذا كانوا 800 ولا 1000 ولا 2000 ولا سواء كانت دماء، أنا لا أفرق بين دماء بين شباب مصر. دماء الجيش المصري نزيف لينا كلنا، ودماء الشرطة المصرية نزيف لينا كلنا، والشهداء الشباب اللي ضاعوا في ثورة 25 يناير أبنائنا كلنا. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة تبصوا لي إيديها وتسلموا لي على بلادي. يا بلادي يا بلادي لا فرق بين هؤلاء جميعا، كل في شباب نزل على بيبحث عن حلم ومات في سبيل هذا الحلم، وفي شباب نزل بيدافع بقوته وإصراره على أمن هذا الوطن وحدوده وبيقاوم الإرهاب، سواء كان الجيش أو الشرطة، وكلاهما بيمثل نموذج رائع
للعطاء والانتماء والمصداقية ونبل الهدف. لازم نحدد يا جماعة، ما نقفش ضد كل شيء كده على طول، يا منقسمين، يا ثورة يناير دي يا خيانة، يا لا دي ثورة حقيقية. إذا كان عليها أخطاء صححوها، وإذا كان في ناس مدانين حاسبوهم، مفيش حد فوق الحساب. لكن التلطيش ده، وأنا بستخدم كلمة مش حلوة وغير ظريفة ما بحبهاش، التلطيش ده في الضلمة دي لا يخدم قضايا هذا الوطن. كل شوية يطلع فريق. طبعا في ناس لها مصالح بتدافع عن مصالحها، في ناس أديرت من ثورة يناير لا ننكر هذا، في فريق كبير جدا من الناس كان مستفيد من النظام السابق، وفي فريق كبير جدا كان مستفيد من الإخوان حتى في ظل النظام السابق. أنا لا أفرق بين النظام السابق والإخوان، كانوا قاسمينها مع بعض، وكانوا قاسمين مجلس الشعب، وكانوا قاسمين المدارس، وكانوا قاسمين المستشفيات، وكانوا قاسمين كل حاجه كانت متقسمه. هنضحك على بعض؟ الاخوان كانوا بيعيشوا في 20 سنه الاخيره دول في ازهى مراحلهم، من ساعه الرئيس السادات ما فتح لهم الباب انطلقوا. طيب اذا كان حد عايز يدين بقى، ما نقولش ان ثوره يناير هي اللي جابت الإخوان، لا، الإخوان كانوا موجودين وموجودين بقوة كمان. اللي أنا عايزه بأمانة إنه إحنا نقعد مع بعض يا جماعة ونقيم هذه الأدوار ونشوف، يعني حتى لا تسقط الأحداث التاريخية دي ضحية صراعات وخلافات يعني بتفتقد الأمانة والموضوعية. وبعدين في نقطة تانية أنا عايز أتكلم معاكم وهتكلم بصراحة، يعني استحملوني فيها، أجهزة وشعب. أنا متضرر جدا وغير سعيد وحزين بسبب موضوع التسريبات، وعندي 100 مبرر. أولا، هذه الأشياء لا تليق بسمعة المصريين، احنا شعب محترم، شعب محترم طول عمرنا، بنحترم خصوصياتنا وبنحترم علاقاتنا وبنحترم أسرارنا. وفي يوم من الأيام كانت فيه زوار الفجر والكلام ده وهاجت الدنيا ورفضت هذه الأساليب، ايه اللي رجعها تاني؟ وايه اللي رجعها دلوقتي؟ احنا مش محتاجين. الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عايز دعم بهذه الأساليب على الإطلاق. الرئيس السيسي وصل بحشد جماهيري شاركت فيه كل جموع الشعب المصري، مش محتاج هو تسريبات تسيء لحد. وبعدين ده ناس اتنست خلاص. وبعدين في خلط يا جماعة، أنا لقيت بعض الرموز العسكرية اللي كانت في الخدمة لا تسجيلات. طب ما دي قضاء عسكري. الفريق عنان ده راجل خدم وطنه بكل الأمانة في فترة، اللواء سمير فرج. طب هل التسريبات وصلت للجيش كمان؟ تبقى مصيبة وتزاع بهذه الصورة. طب فين سرية مؤسسات الدولة؟ في القدسية المناصب. يعني أنا مستغرب من اللي بيحصل ده، ومتصورين إن إحنا يعني بنخدم النظام وبنخدم الرئيس إطلاقا. وأنا لا أعتقد على الإطلاق، وأنا أعرف الرئيس السيسي وقعدت معاه، أنا لا أتصور إنه يقبل مثل هذه الأساليب. أنا بترجى مؤسسات الدولة أن توقف هذا الهزل تماما، لا يليق. احنا كل شويه نطلع شويه فضايح، كل شويه نطلع من المستنقع. خلاص اذا كانت في اخطاء ماشي،
كانت في اخطاء، احنا بشر كلنا، واذا كان في حد ودان حسبوه يا جماعه، في قضاء، قدموا له القضاء وحسبوه ايا كان منصبه. لكن تشويه الصوره، اصل دي صوره مجتمع، اللي بيشخبط على شخص ده بيشخبط على صوره مجتمع. وبعدين طب ايه الهدف؟ ايه الفايده؟ احنا عايزين نلملم بعضنا النهارده. احنا بنعاني من انقسامات حاده جدا، انقسامات في كل حاجه، بينها فتافيت، شرازم، جماعات كده. طيب احنا عايزين نلم عشان نبني. الراجل عمال يشتغل وعمال يعمل كل ما يستطيع، ومشروعات الحمد لله ربنا موفق فيها لغاية دلوقتي، نكملها، نكمل هذا المشوار. في طرق وفي كهرباء وفي مصانع وفي تنمية وفي أعباء مفروضة علينا. نفكر إزاي نتجاوز الأعباء دي، نفكر إزاي نواجه شوية التجار الجشعين اللي عمالين يجربوا فينا ويجمعوا الأموال من دمنا. نفكر إزاي نقدم فرص عمل للشباب، مش طول النهار الولاد قاعدين على القهاوي ويتكلموا على التسريبات وفلان قال وفلان عاد. إيه الفايدة من ده كله؟ هل ده دور الإعلام؟ أي إعلام ده؟ أي إعلام مغرض ومشوه وبيخرب في عقول الناس وبيزيدنا انقساما وقبحا أمام الآخرين. إحنا دلوقتي بقينا يعني إذا ما كانش عندنا مسلسلات هابطة عندنا تسريبات هابطة. طب وليه؟ مصر لا تستحق ده مننا خالص، صدقوني. واللي بيدعوا الوطنية وراء هذا ده بيخربوا، بيخربوا وجدان شعب، وبيستبيحوا خصوصياته، وبيستبيحوا أسراره، وبيستبيحوا مستقبله، وبيستبيحوا كل ما هو جميل فيه. احنا ناس بنحمي سمعة الناس ولا نقبل الاعتداء على حرمات الناس. وبعدين احنا بنشوه مناصب عليا كبيرة كانت في يوم من الأيام لها دور. أنا شايف وبأطالب، بأطالب الدولة بوقف هذه المهاترات. دي مهاترات لا تليق بالمصريين، لا شعبا ولا حكومة ولا نظاما على الإطلاق. لأن دي في النهاية هتزود الفرقة بيننا وهتزود الانقسامات. احنا دلوقتي بقينا اخوان وبقينا سلفيين وبقينا ملحدين وبقينا رافضين وبقينا كارهين وبقينا كل حاجة فينا دلوقتي. طيب نطهر نفسنا شوي، نطهر نفسنا من مما لحق بنا من خلافات وصراعات ومعارك. مش ممكن أبدا يكون في شعب بيبني بهذا الإصرار مع رجل مصري وطني حتى النخاع، ونضيع الوقت في هذه الحكاية والقصص التي لا تستحق منا حتى مجرد أن نسمعها. أغلقوا هذا الملف أرجوكم. نلتقي مع الشعر.
هانت على الأهل الكرام دمانا، عتاب من الشهداء. هانت على الأهل الكرام دمانا، وتفرقت بين الرفاق خطانا. عدنا إلى الميدان نسأل حلمنا، بكت الربوع وحزنها أبكانا. أين القلوب تضيء في أرجائه، وتزف شعبا في الصمود تفانا. أين الرفاق وأين صيحات بدت للكون بعثا عاصفا أحيانا. أين الشباب وقد توحد نبضهم، وتجمعوا في بأسهم إخوانا. أين الحناجر كيف قامت صرخة، كم أيقظت بصهيلها الفرسانا. وجه الشهيد وقد تناثر في المدى، وغدا نجوما في دجى دنيانا. جسد يحلق في الأيادي سابحا، في حضن أم أشبعته حنانا. هانت على الأهل الكرام دمانا، نامت على الدرب الحزين جوانح، وتجمدت خلف الرؤى أكفانا. والناس تسأل ما الذي يبقى لنا بعد الشهادة موطنا ومكانا. يوما غرسنا الحلم في أعماقنا، حتى غدا في يأسنا بركانا. أن نطلق الشمس السجينة بيننا، ليطل صبح من خريف صبانا. في ساحة الميدان، في ساحة الميدان كنا أمة وهبت رحيق شبابها قربانا. أجسادنا كانت تلوذ ببعضها، حزن التراب يعانق الأكفان. يتعانق الدم الجسور على السرى، كنا نراه كنيسة وأذانا. في ساحة الميدان صلينا معا، قمنا حشودا نرجم الشيطان. وتطوف في الميدان أرواح بدت فوق البيوت أزاهرا وجنانا. الكون صلى والربوع تطهرت من ركس عهد مظلم أعمانا. هانت على الأهل الكرام دمانا. هل تذكرون شبابنا وصبانا، والأرض تحضن بالدموع دمانا. ونطوف في صخب الشوارع لا نرى غير الرصاص على المدى يلقانا. وقذائف القناص تطفئ أعينا، فيتيه بين جنوده نشوانا. لم يرحم العين السجينة في الأسى، رسم النهاية خسة وهوانا. يلقي علينا النار وهي خجولة، والنار ترحم بعضها أحيانا. كنا نرى أن الوفاء ضريبة، حق لمن وهب الحياة وعانا. عدنا إلى الميدان نسأل ما به صرخ الحزين وبؤسه أدمانا. حين انتفضنا في الشوارع لم يكن سوق الغنائم مطمعا أغوانا. هانت على الأهل الكرام دمانا. أترى نسيتم دمعنا ودمانا، عرس تبدل بيننا أحزانا. ما عادت الأيدي تصافح بعضها، حتى خطانا لم تعد كخطانا. كيف الدماء تمردت في مهدها، وبكل قلب مزقت شريانا. صرنا أمام الناس خدعة صبية،
هدموا البلاد وخربوا الأوطان، هانت على الأهل الكرام دمانا. عاد الزمان الوغد يعبث خلسة ويدور حول دمائنا ظمآنا، وطن يساومنا وعهد فاجر وفساد طاغية وشعب عانى، وتسابقت للثأر عصبة قاتل حشدوا الفلول وحاصروا الفرسان. فرعون في صخب المزاد يبيعنا ويطل خلف جنوده سكرانا، وعصابة التدليس ترتع حوله وتشيد من أشلائنا تيجانا. فإذا انتشى الفرعون قام رجاله، سحلوا النساء وضاجعوا الشيطان. ركب العبيد الساجدين بعرشه، ألغوا الأذان وحاصروا القرآن. وعلى بقايا النهر جاعت أمة، كم أطعمت من خيرها بلدانا. نهبوا ثمار الأرض، باعوا سرها، الذئب يعوي واللصوص حزانا. تتنكرون لمن أضاءوا ليلكم وتبايعون الإفك والبهتانا. من شردوا وطنا وباعوا أمة وتواطؤوا في غيهم أزمانا. هل تذكرون دموعنا ودمانا؟ الركب ضل فمن يعيد خطانا؟ الموت لم يهزم جسارة عمرنا، لكن ظلم الأهل قد أشقانا. حتى الأماكن هاجرت من حلمها وتبدلت أشواقها هجرانا. في كل ذكرى سوف نرفع رأسنا لنرى المفارق كلها ميدانا. فإذا غفى يوما وشاخ شبابه، أو عاد يشكو العجز والنسيان، وأفاق في صخب الجموع وقد رأى فرعون آخر يجمع الكهانا، سيطل من صمت الحناجر يمتطي زمن الإباء ويعلن العصيان، ويعود يحكي عن شباب ثائر وهب الحياة لشعبنا وتفانا. كانوا رجالا في الخطوب وأنجما، كالبرق لاحت في ظلام سمانا. كانوا دعاء الأم فرحة عيدها ونقاء أرض أنجبت فرسانا. فإذا خبت في ليلكم ذكرانا، وغدا الشباب محاصرا ومهانا، لا تسألوا كيف الرفاق تفرقوا، ولتسألوا من في الضمائر خانا. عودوا إلى الميدان، قوموا فتشوا عن عاشق في حبه كم عانا. هو لم يكن جيلا طريضا ضائعا، بل كان شمسا أيقظت أوطانا. هو لم يكن جيلا طريضا ضائعا، بل كان شمسا أيقظت أوطانا. من قام يوما يرفض الطغيان، لن يكون منافقا وجبانا. تصبحوا